السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في حلقة جديدة على قناتكم ميتك اليوم يا أصدقائي راح نشارك معكم كلمة السر الخاصة بالحصول على واحد مليون قطعة من عملة الهامستر كومبو أصدقائي راح نشاركها معكم مباشرة راح تلقاو رابط الدخول إلى تلقاو في أول تعليق وفي صندوق الوصف رابط القناة على التليجرام مباشرة راح نشكل كلمة السر اللي نهار اليوم اللي هي ستيك واش راح تدير راح على تشغيل باش ندخلو للبوت مباشرة يا أصدقائي مباشرة انضموا إلى قناة على التليجرام راني نحط كل يوم كلمة السر والصور يعني البطاقات الخاصة بالحصول على واحد أو خمسة مليون قطعة مباشرة يا أصدقائي على التوقيت الرسمي كما تشوفوا أصدقائي الكلمة راح نكون نحطوها على 8 نتاع يعني الليل بالنسبة للتوقيت ليلي أما بالنسبة للبطاقات راح تكون على الساعة الواحدة نهارا مباشرة يا أصدقائي ندخلوا إلى مباشرة كليك ميرسي نقوم باختيار شيفر كواليتي كما تشوفوا اصدقائي كلمه السر ستيك راح تتكون من الشكل التالي يعني ثلاث نقاط حرف الاس كما تشوفوا اما بالنسبه للتي هي عباره عن شرطه مطوله كما تشوفوا اما بالنسبه لحرف الار راح يكون نقطه وشرطه مطوله بالنسبه لحرف الكار راح يكون شرطه ونقطه وشرطه كما تشوفوا اما بالنسبه لحرف الاو راح يكون عباره عن نقطه واحده كما تشوفوا اصدقائي هنا اصدقائي نكون قد حصلنا على المليون قطعه نقوم بالنقع على بريز والف مبروك نراكم في موضع لاحقه والسلام عليكم